محطتنا بالمغرب برهنت إن المغرب أمة كروية بامتياز. الناس في هذه البلد تتكلم وتتنفس وتعيش كورة، والمواهب المغربية لها بصمات واضحة وكثيرة في أعرق الدوريات في العالم. في هذا البلد المغرم بحب الكورة انطلقنا لاكتشاف أفضل المواهب الكروية. نا جينا باش ندوزو تيست من كازابلانكا، وهادي فرصة كتجي ديما لا شعور. حنا فرحانين بزاف انا دي فيكتوريوس جا حتى للمغرب، حيت كاينين بزاف ديال الشباب اللي هما ضايعين وعندهم موهبة انهم بينو. انا بحب منتخب الارجنتين، فريق الماني، والفريق اللي كنشجع هو الفريق الالماني، فريق البرتغال، بحب منتخب البرازيل.